اختيار الكلمات فن مهم جدا يتقنه من يتقنه، وللأسف قد يكون البعض محروم منه. في هذا الكورس طبعا راح نتكلم عن موضوع اتيكيت الحديث والحوار مع الآخرين، كذلك ضبط الانفعالات. يعني لا قدر الله طلعت رصاصة طايشة من لسان أحد الأشخاص، كيف أرد عليه وكيف ممكن أضبط انفعالاتي؟ هذا مهم جدا. متى أقط المزحة؟ إذا حد سألني سؤال محرج كيف أرد على هذا السؤال المحرج؟ ما هي التأكيدات اللغوية؟ أهلا، أهلين، مرحبا، مرحبتين. وليش هذا كله؟ ليش نتعلمه في هذا الكورس؟ هذا الشيء راح يخلينا نختصر مسافات كثيرة في كسب قلوب الآخرين.